قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 7 دول أوروبية من بينها إسبانيا تثير قلقا شديدا مع احتمال ارتفاع عدد الوفيات فيها جراء جائحة فيروس كورونا. وأوضح تقرير للمركز الأوروبي ومقره في العاصمة السويدية ستوكهولم بخصوص تقييم مخاطر الأوبئة أن الدول 7 محل القلق الشديد هي إسبانيا ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا والمجر والتشيك، فضلا عن مالطا. وأضاف أن هذه الدول تسجل فيها نسبة عالية من الحالات الخطرة للإصابة بالفيروس أو تلك التي تستدعي دخول المستشفيات مع ارتفاع في عدد الوفيات سواء المسجلة حاليا أو المتوقعة. من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء لتجديد القيود فورا في مواجهة الموجة الثانية لتفشي الوباء. في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الموجة الثانية من تفشي وباء فيروس كورونا قد بدأت في بعض المناطق داخل بلاده، داعيا المواطنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية. وقال ترودو إن الموجة الثانية في ولاياتنا الكبرى ليست بصدد البدء، بل قد بدأت بالفعل، ونحن على أعتاب الخريف الذي قد يكون أسوأ بكثير من الربيع. وناشد ترودو المواطنين لاتخاذ إجراءات احترازية ضد الفيروس، بما في ذلك ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والتلقيح أو الأمصال ضد الإنفلونزا. الموجة الثانية بدأت بالفعل، الأرقام واضحة. في مارس الماضي دخلنا في الإغلاق التام، وكان عدد الإصابات بفيروس كورونا 47. اكتشفنا البارحة أن لدينا 1000 حالة مصابة بالفيروس، وهذا يعني أننا على أعتاب موجة بفصل الخريف قد تكون أسوأ بكثير من الموجة الأولى. أعلم أن كثيرا من الناس لا يودون سماع مثل هذه الأخبار، لكن لا نستطيع تجاهل الأرقام أو تغييرها. هناك احتمالات أن لا نجتمع في عيد الشكر، لكن لدينا فرصة لتغيير ذلك حتى نبلغ موسم أعياد الميلاد. أرحب بضيفي عبر سكايب من فرجينيا دكتور عماد بوضو، استشاري الأمراض الباطنية والمعدية. دكتور عماد، يعني هناك تقرير للمركز الأوروبي يحذر من أن هناك 7 دول ربما في موقف صعب خلال الفترة القادمة، الحديث عن إسبانيا ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا والمجر والتشيك ومالطا. تعليقك على هذا التقرير. مساء الخير. هجمة كورونا في الخريف ليست مفاجئة أبدا، فدائما كان هناك حديث أننا بانتظار هجمة الخريف المقبل منذ شهر آذار الماضي، ونحن نعرف أن هناك هجمة ستأتي في الخريف المقبل مثل بقية النزلات الموسمية ومثل موسم الإنفلونزا، فدائما هذا ليس مفاجئة. الدور الإنسان ما زال متواضعا جدا في التعامل مع فيروس كورونا. الهجمة الجديدة شملت كامل البلدان الأوروبية تقريبا، أو خاصة جنوب أوروبا. صحيح أن الدول التي ذكرتها قد اقترنت زيادة الإصابات بزيادة عدد الوفيات، لأن الهجمة الجديدة التي أتت إلى فرنسا حاليا وبريطانيا كانت فيها أعداد من الإصابات تفوق إصابات آذار الماضي مارس، لكن نسبة الوفيات منخفضة. كان هذا يبعث على الاطمئنان، لكننا لا نستطيع التنبؤ أبدا كيف سيكون تعامل كورونا مع انخفاض درجة الحرارة، كيف سيكون تعامل فيروس كورونا مع الإنفلونزا، هل سيتعاون الإنفلونزا الموسمية، هل ستعاون المرضان معا لإيجاد مضاعفات أكثر خطورة. نحن نترقب، وليس بيد الإنسان إلى أن يجهز اللقاح ما يقوم به. حتى إجراءات العزل دورها أقل من المتوقع، دورها بسيط، لا علاقة لما قمنا به بأن الهجمة قد تراجعت في بداية الصيف عن أوروبا. الهجمة تراجعت مثل بقية النزلات الموسمية ومثل موسم الإنفلونزا، لأن الفيروس تطرى عليه تغيرات تجعله أقل سمية أو ينتقل إلى أماكن مناسبة أكثر له. نحن نلاحظ الآن أن الهند
نعم دكتور. طريقها لكي تأخذ دور الولايات المتحدة بعد شهر من الآن، سيتجاوز عدد الإصابات بالهند عدد الإصابات بالولايات المتحدة. إذا الفيروس هو الذي تجري عليه تعديلات أو طفرات هي التي تحدد حتى الآن مساره ومضاعفاته ونسبة الخطورة المتأتية منه. دكتور عماد بوظو، يعني الحديث عن كندا وجاستن ترودو رئيس الوزراء يحذر الكنديين من انه الموجه الثانيه، بالنظر الى وورلد ميترز يعني كندا تاتي في رقم 26، لديها حاله وفاه اليوم و400 وتحديدا 412 حاله، هناك دول عربيه لديها 20 حاله في وفاه في اليوم مثل مصر، ولا احد يتحدث عن ان هناك موجه ثانيه، تعليقك على هذه الاجراءات في كندا؟ كندا بلد متطور، فيه تغطية إعلامية دقيقة، فيه متابعة مرضية، فيه مستوى خدمات صحية عالي، لذلك أجهزة الإنذار تقرع بسرعة في الدول المتطورة. لكن كندا محظوظة أنها كبيرة المساحة وقليلة السكان، هناك بعض البلدان محظوظة أكثر من أخرى، لكن دول العالم الثالث الاهتمام فيها أقل والمعلومات أو الشفافية فيها محدودة. هناك دول عربية تعتبر قضية كورونا قضية أمن قومي، لا تتاح المعلومات، لا نستطيع معرفة عدد الإصابات بدقة. لكن ما نعرفه بالشرق الأوسط أن العراق الآن يضرب أرقاما قياسية، وأن إيران ما زالت في حالة أعداد وفيات عالية بشكل متواصل، وكذلك روسيا. هناك نصف الكرة الشمالي الآن هو بانتظار الموجة الثانية من كورونا، والتي لا نستطيع من الآن التنبؤ بحجمها أو نسبة الوفيات المتأتية عنها. دكتور عماد بوظو أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا استشاري الأمراض المعدية، كنت معنا من فرجينيا، شكرا جزيلا.